ورجعنا لحضراتكم من الفاصل. هنبدأ نعمل الحاجة بتاعتنا كده اهو. ادي المقطع. كده اهو. ممكن اروح جايب دي كده. شايفين؟ نفس الطريقة دي كده يا جماعة. هي العجينة مريحة لوحديها. اروح اعمل كده. اصبح انا على الشكل بتاعها كده. سنة الدقيق بسيط برضو نفس القصة، مش بكتر الدقيق زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. فطير بدقيق ما يبقاش كويس، فطير بالسمن يطلع تمام. على اساس ان صعب قوي لما اجي اعمل فطير وافضل افرد بيه بالدقيق وفي الاخر كل ده بيشرب من العجين، وبعد كده ابدا احط السمن. طب وليه؟ ما انا من الاول خالص ادي السمنه سايحه مثلا معاها زيت، مفيش مشاكل، سنه بسيطه، وابدا زي ما عملنا حلقه الفطير لحضراتكم. كانت حاجه برضو تبقى كويسه كده. زي ما هي القفل بتاعها كده سهلة، ما فيش اي حاجة. برضو نفس القصة كده. ريحتها بقى واحنا بنسويها مثلا قبل ما نطلع على الهواء او نعمل الحلقة يعني، بتبقى ريحة جميلة قوي. وزي ما قلنا لحضراتكم بيبقى تغيير بس طعمها لذيذ. لازم لما اجي هعمل حاجه بقطعها يعني اهدى عليها سنه، بحيث ان انا لما اجي اقطع تبقى مدياني الدايره كامله. لو العجينه دي مشدوده هبدا اقطع، بعد ما اشيل هتديني شكل بيضاوي مش مضوي، فاهم كده؟ هتديني الشكل المربع. وهوريكم ازاي البيضاوي مثلا لما تبقى العجينه مشدوده هيبقى عامل ازاي. خلي دي كده دلوقتي ودي عليها. شايفين؟ ادي العجينة اهي. اهي خلاص ما عملناش حاجة. شايفين؟ مثلا يعني هنبدا نشيل دي كده. ليه؟ لان هي لازقه ومتعصبه في او بمعنى اصح معموله بايه؟ بعنف على البلانشا او المكان اللي هنفرد عليه العجين. ما نعصرش العجين جامد وبعدين ما نسيبوش يريح وبعدين نيجي نروح مقطعين. اهي دي زي ما هي اتعملت برضو نفس القصه، مع ان دي بعديها بدقيقه هاجي امسك كده اروح جاي سايب دي كده، مش هتديني الشكل المدور اللي زي ده. الاثنين واحد والقطعة واحدة والتخانة واحدة، صح؟ لا، يبقى احنا نحط العجينة بتاعتنا ولما نيجي نفردها بالراحة كده مش اي مشاكل. زي ما قلنا نلعب بالعجينة برضو بندعبها، بحيث ان احنا حتى في انواع الكريسينا مثلا لما جينا نعمل كريسينا يقول لك اعمل العجينة وسيبها ريحها، بحيث ان انت لما تيجي تفرد باتون ساليه مثلا بيبقى التخانة بتاعته رفيعة عليه، لان بتبقى الحاجة واخدة راحتها واخدة وقتها. اهو على اساس ان كده مشدودة. الحركة دي اللي انا بعملها يا جماعة لو تلاحظوا حتى في العيش الشامي البلدي عادي ماشي انا بعملها كده. هي في الطلعه دي زي ما برضو لو عندي وقت بوريكم، زي ما احنا مثلا بنجيب دي نروح عاملينها كده بالاحكام، بنلعب مثلا بيها كده بنهويها. ده مش مجرد شوك بيتعمل او حاجه، لا ده هو بتلاقي العجينه بتريح معاك. يعني لما انا ممكن مثلا دي اشيلها واروح مهويها تاني ومنزلها بالخامه بتاعتها هتكبر على دي، مع انها عجينه
ساده ما فيش اي حاجه، تبقى لازم كل حاجه تاخد وقتها. انا بقول لكم المعلومه، شايفين مريحه وزي الفل وطلع هيطلع كل حاجه زي التانيه. برضو نفس القصه، لو انا عايز اعمل دي كده دي فيها تجاعيد اللي هي مطرح اللم، دي بتبقى من تحت خلاص تمام كده. مثلا اهو دي اخر واحدة بخليها كده برضو، بحيث ان انتوا ما تقلقوش من اي حاجة يا جماعة. لو واخدة وقتها ممكن بايدينا مع نقطة زيت هتجري معانا، او سمنة سايحة هتجري معانا زي الفطير. تبص تلاقي العجينة لوحديها في البيت كده عادي، ونعملها ونجرب ونشوف هنعمل ادي كده اهو. ساعات الواحد يقعد مثلا عايز يعمل شو مثلا جميل، او حاجه شكل حلو على هيئه مثلا اي حاجه، يعني ممكن على هيئه عروسه جميله شايله حاجه على كتفها، او مثلا حد لاعب كره بيشوط الكره مثلا كمنظر. بقعد مثلا بعمل الشاسيه الاول، اذا كان على شكل حديد الاول ماشي، او على شكل خشبي، وبعد كده بيتكسل عجين، وبعد كده ابدا اتفنن في الشكل بتاع الحاجه، بحيث ان هي المضمون منها انها ايه، انها مجرد شكل او شو بيتحط جنب مجموعه الاطعمه الجميله اللي احنا عاملينها. باسكت ورد جميل لذيذ، كله برضو عجين ميه معمله، بيبقى كيلو دقيق مثلا بياخد كيلو ملح حسب العجينة، لو طرية، لو عايزة عجينة ناشفة بيبقى كيلو نص ملح مع 50 جرام مثلا او 100 جرام كورن فلاور تعجن، تبدأ تشكل بيها، خش على درجة حرارة 100، فران معينة، اشكال معينة، حاجات كتيرة ممكن نعمل منها اللي احنا عايزينه. بالنسبة لقصة المعجنات، عشان كده الواحد عشقها وحب يبدع فيها، مكوناتها كتير واصنافها كتير يا جماعة. هادي كده هنجيب البشاميل، انا اخد الصغيرين دول الاول برضو اهو كده نفس القصة. هنزل باللحمة في النص كده يا جماعة برضو اهو بايدي كده من غير اي حاجة. طبعا التست بتاع البشاميل مع اللحمه المفرومه اللي هو العصاد مثلا بيبقى قريب قوي، يعني كاني مثلا ايه بعمل لازانيا، بعمل مكرونه بالبشاميل. هنا مع العجينه بتاعتنا الوضع هيختلف، وهنحس ان في حاجه جديده وطعم جديد وتغيير لافراد الاسره، حاجه زي كده اهو. ابدا اخد دي كده زي ما هي كده، ادي كده اهي، ما بحاولش اطلع للخارج كتير، زي ما كنا بنحط الصوص بتاع البيتزا. جميل، هنخلي دي كده خالص بره، وابدا انزل ادي البشاميل بتاعي كده كده. شايفين؟ لا، وبشاميل ايه خفيف وجميل، ما تقلقوش منه، مش لازم يبقى تخين
البشاميل كويس عشان يدي نتيجه كويسه. مثلا الناس يقول لك عشان المكرونه وبتاع اهو. وبعدين زي ما تبقوا كويسين في الطبخ الطبيخ لازم تبقوا برضو كويسين في المعجنات. شايفين كده الشكل اهو. وبرضو نفس القصة لو انا عايز ازود بالراحة كده اهو هيطلع معانا شكل جميل. هنخلي دي كده ونطلع بالحاجة اللي احنا عاملينها. ايه دي يا جماعة؟ شوفها اهي، هتبقى بالشكل ده الظريف ده اهو. وادي القطعة هي موجودة. بص التوريقة، يعني ادي التوريق بتاع العجينة نفسها، وادي البشاميل مع العجينة دي. هتفرق مع الشيف خالد، هيبقى طعمها اجمل. وممكن برضو نعمل تيست، هتبقى ألذ. وممكن نتقابل في حلقات جديدة مع قناة ست البيت، هتلاقوا الوصفة عندنا. وإلى اللقاء في حلقات جديدة.